لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العلي العظيم. المجتمع فيه شخصيات مختلفة وأشخاص مختلفون وآراء متباينة وأذواق مختلفة، وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى البشر، فضل بعضهم على بعض في الدنيا وكذلك في الآخرة التي يكون التفضيل فيها أتم وأكثر وأكبر. الإنسان المؤمن الذي يعيش في مجتمع، المجتمع فيه أشخاص مختلفون، ينبغي عليه إذا أراد أن ينال رضا الله عز وجل وأن يعيش حياة سعيدة عليه أن يداري هذا المجتمع. هناك شخصيات قلقة، بعض الناس شخصيات قلقة، توقعاتهم أكثر من اللازم أو متشائمون جدا بحيث أنه يظنون كل فعل هو ضدهم، وقد يكون هذا الأمر بين زوج وزوجة، بين أب وابن، بين أخ وأخيه، هناك توقعات مختلفة. قد الإنسان لا يتمكن من تلبية هذه التوقعات، الشخص الثاني ينزعج. أو بعض الناس متشائمون، يعني أنت تفعل فعلا يتصور شيئا آخر. كثير من الأحيان تشوف أكو بعض بين بعض الناس مشاكل، عندما تعود إلى الجذر تراه شيئا تافها، أحدهما فعل فعلا من غير قاصد، الثاني تصور أن هذا الفعل مثلا إهانة له فاتخذ موقفا وتطور هذا الموقف إلى شجار أو إلى مقاطعة. الإسلام يأمرنا بمداراة المجتمع، أنت تعيش في هذا المجتمع وهذا المجتمع فيه ناس مختلفون، عليك بمداراة هؤلاء. طبعا القضية ليست بالسهلة، لأن كثير من الأحيان هؤلاء الأشخاص توقعاتهم أو تصوراتهم ليست في محلها، فإدارة هالشكل شخص الإنسان يقول زين أنا على حق وأسلوبي هو الصحيح، ذاك لازم يجي يعتذر مني مثلا، أو ذاك يغير موقفي، وذاك يفعل كذا، وقد تكون محقا أنت في كلامك، المقصر ذلك الشخص، ولكن الإسلام يقول دار الناس. أكو في حديث شريف مروي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، يقول ما معناه أن جبرائيل عليه السلام ما نزل علي مرة إلا أوصاني بمداراة الناس. جبرائيل كم مرة نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لعله آلاف المرات،
مرات نزل بالوحي ومرات لأمور أخرى. كل مرة كان ينزل جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وآله كان يأمره بمداراة الناس. أكو بعض الناس لا يستوعبون بعض الأمور، يجي تساؤل في ذهنهم أنه شنو الرسول صلى الله عليه وآله جمع حوله هذه الشلة، بيهم المنافق وبيهم المؤمن وبيهم سيء الأخلاق وبيهم عديم الأخلاق وبيهم كذا وكذا وكذا. حتى في بيته بعض زوجاته كذلك، وهل قد مشاكل سواء في داخل البيت أو في خارج البيت؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله ما صفاهم؟ يعني يطردهم خلاص، روحوا في أمان الله. قد البعض هكذا تساؤل يأتي في ذهنه، يمكن أن ما يصرح بهذا التساؤل أو يسأل، حس اللي يعتقد بعصمة الرسول صلى الله عليه وآله كما هو الحق، يقول زين الرسول عمل عملا صحيحا، بس شنو الوجه احنا ما ندري، السبب شنو هو، العلة شنو هي، لا نعلم. أكو بعض الناس شوية عقيدتهم بها إشكال، يمكن في قلبه يستشكل على الرسول صلى الله عليه وآله. على كل حال الجواب في ذلك كلش بسيط، أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعيش في مجتمع، وهكذا جميع الأنبياء وجميع الأئمة، وكذلك كل إنسان يعيش في مجتمع، هذا المجتمع لا يخلو من جميع أنواع الناس، فإذا الإنسان يريد يتعامل معهم تعامل حدي، معنى ذلك أنه يبقى وحده، مرة حكم شرعي ينفذ رضي أو لم يرضى، لكن أكيد لازم ينفذ. لكن بعض الأحيان أمور قضايا عادية، قضايا اجتماعية، يعني زوجته سيئة الأخلاق، ومو حكم شرعي أنه يجب عليك أن تطلقها. بعض الأحيان صديقك توقعاته أكثر من اللازم. بعض الأحيان المجتمع يرى شيئا لا تراه، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. صدقات تجي، يعني الزكوات تأتي، هذه الزكوات كثير من الأحيان كثير كانت هواية مو قليلة، يلمزك اللمز يعني بالإشارة، فإن أعطوا حصل رضوا يرضى، ولكن إذا لم يعطى إذا هم يسخطون، يسخط أنه ليش ما أعطوه من هذه الصدقة، لسه ما يفكر أنه مو مستحق لهذه الزكاة، إذا كان مستحقا كان ينالها. بعض الأحيان أكو ناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يريدون منه أشياء، هذه الأشياء لا يمكن تلبيتها شرعا لأنها أحكام شرعية، طبعا الرسول ما كان يلبي مطلبهم. بعض الأحيان لا، أو أكثر الأحيان قضايا عادية، يعني في الحياة الطبيعية للإنسان تحدث هذه الأمور، فرسول الله صلى الله عليه وآله كيف يتعامل معهم؟ بالطرد، لأن يقول له أنت لا توقعك في غير محله، وإذا هالشكل كان ما كان يبقى للإسلام شيء، ولا يصلب للإسلام عود ولا يخضر له. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يتعامل بالمدارات. بعض الناس يقول أنه مثلا الرسول صلى الله عليه وآله لماذا لم يطلق زوجته فلانة، أصلا ليش تزوجها بالأساس مثلا، لا يعلم أن رسول الله يعيش في هذا المجتمع، عليه بالظاهر أن يتعامل مع المجتمع تعاملا عاديا. زين، في نفس الوقت عليه أن يدير، إذا الزوجة سيئة الأخلاق يتعامل معها تعامل صحيح، إذا فلان واحد من أقرباء الرسول مثل أبي لهب كذا يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول هم يتعامل معه تعاملا بالمدارات. أبو لهب اثنين من أبنائه كانا متزوجين ربيبتي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله كان له ربائب، يعني مثلا بنات أو أبناء أخت خديجة، هذه ربتهم خديجة. طبعا قبل الإسلام كان ينسب الأشخاص لعله إلى من يربيهم، زيد بن الحارثة الرسول تبناه فصار اسمه زيد بن محمد صلى الله عليه وآله، فإلى أن نزلت الآية أنه ما جعل أدعياءكم أبناءكم، وكذلك الآية الأخرى أدعوهم لآبائهم، فنسخ هذا الحكم حكم التبني. فهذه الربائب كانوا متربين في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله،
وطبعا الناس يعتبروهم بنات الرسول، فتزوجهما اثنان من ابناء ابي لهب، ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه واله، وقبل البعثه كان رجل له جاه ووجاهه، وعلى كل حال كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه واله، باعتبار ان رسول الله مات ابوه وكان يتيما، فلذا هذا عم كان يحب رسول الله صلى الله عليه واله كثيرا، حتى انه اعتق جاريه او عبدا بشره او بشرته بولاده الرسول صلى الله عليه واله. زين، هذا الرجل يتعامل مع الرسول بالتكذيب، طبعا قضيه صعبه، يعني واحد عنده ادعاء عمه اللي له وجاهه في المجتمع ظاهريه يقول هذا كذاب مثلا، هذا مجنون، تاثير بليغ، يعني فعل ابي لهب اثر سلبا على الاسلام تاثير كبير على كثير من الناس. على كل حال الرسول كان يتعامل بالمداراة، لا يقابل الإساءة إلا بالإحسان، كثير من الأحيان التغافل، أكو في الرواية من صفات المؤمن التغافل، مو الغفلة، الغفلة مو من صفات المؤمن، التغافل يعني يعلم ويفهم ولكنه يري نفسه كأنه غافل، لم يلتفت، يحجون عليه بدل ما يجاوب عن هذه الحكاية يفعل فعلا يتصورون أنه لم يفهم الكلام، همز أو لمز أو شيء مثلا في المجلس يهمزون يأشرون يستهزئون به، يري نفسه كأنه لم يفهم، يتصورونه غافلا، وهو ليس بغافل وإنما هو متغافل. فعلينا دائما في المجتمع اللي نعيش أن نداري هذا المجتمع، إذا عنده توقعات أكثر من اللازم لا الله وإنا إليه راجعون، إذا يحكي علي كلام غير صحيح إنا الله وإنا إليه راجعون، إذا يتصور تصورات خاطئة إنا الله وإنا إليه راجعون. الإنسان عليه أن يتعامل تعامل صحيح. أكو في حديث عجيب، هذا الحديث أن أحد ذرية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، مضمون الرواية أنه أجا وتكلم مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بكلام شوية خشن، بحيث أن أصحاب الإمام انزعجوا من هذا الكلام، يعني إذا كان واحد من واحد عدو مو مشكلة، بس من واحد من أبناء عمومة الإمام شوية صعبة. فلما ذهب الإمام عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيته، هسه واحد من عندنا يسوي هذا الشيء؟ طبعا 100% الحق كان مع الإمام عليه الصلاة والسلام، وذاك كان تصوره تصور خاطئ وليس بصحيح. زين، استوهم جاي متكلم مع الإمام بكلام خشن، بعد هذا الإمام ذهب إلى بيته، ويعني ما معناه كأنه مثلا الإمام ذاهب يعتذر منه، يعني ما يستفاد من الرواية هكذا. إذا المشكلة تنحل بهذه القضية، شنو الإنسان يضع رجله على هواه قضية بسيطة بتواضع يحل مشكلة، يمكن هذه المشكلة الآن إحنا مثل ما ذكرت في بعض الأحيان هنا يجون مسائل شرعية يسألون مشاكل طويلة عريضة بين أقرباء، عندما نجلس معهم شنو سبب هاي المشكلة، من وين جاية، يرجع إلى أمر تافه وبسيط، هذا الأمر التافه والبسيط كان يحل بتواضع أحدهما في البداية، لكن لم يتواضع أحدهما للآخر، هذه النقطة السوداء شوية شوية كبرت، صارت دائرة، وبعدين أكو بعض الناس نمامين يزيد كلام، ينقل كلام من هذا لذاك، بعض الأحيان الإنسان عندما يصير نظرة سلبية تجاه شخص أي تصرف من ذاك الشخص يحمله محمل سيء، وإذا تشوف النتيجة أنه زوج وزوجة عندهم أولاد كذا أمرهم أدى إلى الطلاق، جايين يسألون مسألة شرعية، السبب تافه وبسيط كان من أحدهما في البداية. وكذلك هنا جايين كثير من الناس مسائل شرعية عندهم أيضا مشكلة متدينين، يعني بس لأنه شوية تواضع شوية مدارات ما كان عندهم، شوية تحمل ما كان عندهم، شوية تغافل ما كان موجود، فالنتيجة مشكلة اجتماعية كبيرة ترهق الطرفين. إذا في البداية بتواضع بسيط كان يحل المشكلة، يمكن أن يتأذى الإنسان نفسيا،
لأنه الإنسان يشوف نفسه على حق وذاك على باطل، فكيف أذهب وأتواضع له؟ زين يتحمل مشكلة صغيرة بتواضع يحل نفسه ويوفر على نفسه جهد سنوات وأعصاب، وكثير من الأحيان يؤدي إلى خلاف الشرع، لأن عندما يصير نزاع على كل حال بعض الأحيان حتى المتدين يقع في خلاف الشرع، يصير بي غيبة ويصير بي تهمة ويصير كلام باطل ويصير سب وشتم وما إلى ذلك. الله عز وجل في هذه الآية يذكر أبرز المصاديق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني مؤمن لكن يثير مشكلة للرسول صلى الله عليه وآله. شخصيات، أكو فد واحد كاتب كتاب أو مقالات اسم الكتاب شخصيات قلقة حول الرسول، رجل مؤمن لكن لأنه لا يستوعب زين يسوي مشاكل للرسول صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين أيضا ابتلى بأمثال هؤلاء، واحد منهم كان من قادة جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قيس بن سعد بن عبادة، وكان مع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. هذا كان والي مصر من طرف الإمام. مجموعة من العثمانيين كانوا مجتمعين في قرية، فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دزل رسالة أن خذ منهم البيعة، إذا ما بايعوا ناجزهم، يعني اذهب إلى قتالهم. وهذا ما قبل، والي من طرف الإمام رجل مؤمن ما قبل. هؤلاء مسالمون جالسون في قرية، صحيح ما بايعين، ليش أنا ما بايعين، ليش أروح أقتلهم أو أقاتلهم؟ ما قبل. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له زين إذا ما تقبل نعين غيرك. فعزل الإمام وعين محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه بداله. زين نفس ذول الجماعة اللي كانوا في تلك القرية، الإمام في اليوم الأول قال قاتلهم، ذول شوية شوية جماعتهم كبرت. زين عندما معاوية بن أبي سفيان أرسل جيشا، هؤلاء آووا ذلك الجيش، صاروا حضانة أو حاضنة لذلك الجيش، وقتلوا محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه، واستولى معاوية على الشام. السبب شنو هو؟ أنه واحد مؤمن، مؤمن هم كان يعني في حرب صفين، كان مع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لكن ما استوعب قضية، سوى هذه المشكلة. إذا نريد نعد الأمور اللي ابتلي بها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أصحابه المؤمنين كثيرة، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله. الله يقول له واصبر نفسك، يعني صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مؤمن لكن قلق، شخصية قلقة عنده، توقعات زائدة عنده، أشياء ما يستوعبها يستشكل. أكو بعض الناس لا يستوعبون أمورا، كل دقيقة يجي يستشكل، هذا ليش الشكل وذاك ليش الشكل، لماذا؟ لأنه هو ما يستوعب. زين مستوى ليس ذلك المستوى الذي يفهم هذه النقاط كلها. فالله يقول واصبر نفسك، يعني صبر نفسك، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مؤمن، صبر نفسك، لا تطرد هذا، لا تواجهه بكلام خشن، لا تقول له أنت ما تفتهم روح، هذا هو مثلا وحي منزل، لا صبر نفسك، قال كلمة خشنة تحمله، لأن هذا صحيح هو رجل لا يستوعب لكنه مؤمن. والأكثر من ذلك حتى مع غير المؤمنين الله يأمر الرسول صلى الله عليه وآله بمداراتهم. إحنا لازم نتعلم من الرسول صلى الله عليه وآله. أولا لازم لا تكون توقعاتنا من الناس عالية، لا تكون توقعاتنا من الأقرباء عالية. الزوج لا يتوقع من زوجته، الزوجة لا تتوقع من زوجها، الأب لا يتوقع من ابنه، وبالعكس الأقرباء. الشيء الثاني حمل فعل الآخرين على الصحة، يعني عمل عملا لعل عمله صحيح، أنا ما فهمت وجه العمل. أكو في رواية أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان جالس، فدخل زرارة رضوان الله تعالى عليه، وزرارة من أعاظم الأصحاب، فالإمام ما التفت له، ما دار له بال، ما اهتم به، بحيث أن الجميع عرفوا إعراض الإمام عن هذا الشخص. سأل مسألة، الإمام ما جاوب على تلك المسألة ولم يعر له أي أهمية. فلما خرج زرارة أرسل ابنه يسأل الإمام شنو القضية، فالإمام قال له إنما فعلت هذا حفظا لك، لأنه كان في المجلس مجموعة من الأعداء، وهؤلاء يتربصون بالأصحاب يشوفون منه الإمام أكثر يهتم له، وباكر يروحون يخبرون السلطات وبعدين يصير مشكلة.
فأنا حفظا لك فعلت هذا الفعل، لم أهتم بك، بحيث أن هؤلاء عرفوا الإعراض مني لك، حتى إذا كتب تقريره أو كذا زين يقول هذا زرارة الإمام عليه الصلاة والسلام ما يهتم بي، حفظا لك. العمل وجهه صحيح، وزرارة لأنه كان فقيها وكان يفهم أرسل ابنه حتى يسأل عن السبب، شنو السبب؟ يعني هو هالشكل تصور أنه خلل فيه صاير في نفسه، شنو الخلل صاير حتى يصلح هذا الخلل؟ هسه مقصودي أنه كثير من الأحيان الإنسان يرى عملا لا يعلم وجهه، ولو علم وجهه شاف العمل عمل صحيح. فلذا الحديث يقول احمل فعل أخاك على 70 محمل. زين، يعني إذا أكو 69 احتمال أنه هذا قصد الإساءة، احتمال واحد أنه لم يقصد الإساءة، احمل على ذلك الاحتمال. ذاك الاحتمال ما صار احتمال ثاني ثالث على 70 محمل، لعله له وجه أنا لم أفهم هذا الوجه، لم أستوعب هذا الوجه. فواحد يقلل توقعاته من الآخرين وبعد ذلك يحمل فعلهم على الصحة ويتغافل وينسى. يعني إذا واحد أساءهم إلي فليكن أساء، أطلب من الله عز وجل أن يعوضني من هذه الإساءة بثواب في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل عندما يقول للرسول، هذا خطاب للرسول، لكن احنا هم لازم نتعلم، لان الخطابات للرسول صلى الله عليه واله مره خاصه بالرسول، فهذه ليست احكام للاخرين. لكن اكثر الخطابات ليست خاصه بالرسول صلى الله عليه واله، وانما هي خطاب للمسلمين ولكنها موجهه الى رسول الله صلى الله عليه واله، مثل اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. الخطاب موجه للرسول، اقم يعني انت يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن المقصود بالمسلمين أجمع. فهذه الآية كذلك واصبر نفسك خطاب للرسول، لكن هذه الآية لعموم المسلمين. فعلينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، نعلم لنعلم أن المجتمع فيه شخصيات قلقة من زمان آدم إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، دائما هذه الحالة موجودة. فالإنسان اللي يريد يعيش في هذا المجتمع حياة كريمة ويحصل ثواب الله عز وجل، يجب عليه، يعني ينبغي عليه أن يداري المجتمع. إذا دار المجتمع هم إلي يكون أحسن، وهم للمجتمع يكون أحسن، وهم الله عز وجل يعوضه، لأن الله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأرجو أن لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.